تقول: كنت مسافرا وما زلت في المدينة التي أسكن فيها، هل يجوز لي قصر الصلاة؟ نعم. يقول: أنا مسافر وما زلت في المدينة التي أسكن فيها، هل يجوز لي قصر الصلاة قبل ركوب السفر؟ إذا كانت إقامتك في المدينة 4 أيام فأقل يجوز لك القصر، أما إذا نويت إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز لك القصر، لأنك أصبحت مقيما وانقطعت أحكام السفر. نعم.